وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولكل نفس شيء في خاطرها عشان ترى العمل بأنفسها. بنطلع تقرير نشوف فيه المشروع اللي قاعدين تدفعون منه وقاعدين نتكلم عنه. نطلع. أشهد ب15 ريال فقط وبجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فطر صائما ويكون لك مثل أجره. طبعا كان هذا المقطع اللي شاهدناه قبل قليل لي هذه الجهود المباركة من جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة في هذه الحملة المباركة، حملة إفطار الصائم. اليوم ما شاء الله تبارك الله أنا أتكلم كعدد كلي لهذه الحملة من 400,000 وجبة. يعني أنا أذكر أن كان يوم الأمس بقي في 60,000، عاد ما شاء الله مع التحديث اليوم سيكون أقل كذلك. فبالتالي أنا أقول نصيحة 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 نصيحة، شاهدت واستمعت فلا تفوت هذه الفرصة على نفسك ولا تفوت على نفسك هذا الخير. وأنا أجزم أن إحنا قبلكم كلكم، بمعنى كل من تردد إلى الآن ولم يتبرع، والله إحنا كلنا يعني قبلكم كلكم، كلنا ساهمنا وتبرعنا وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول هذا الكلام من أجل أن تطمئن أنفسكم جميعا. فأنت يا من تستمع الآن وتشاهد لا تفوت على نفسك الخير وساهم وتبرع، وكن أيضا أو كما قيل يعني اركب القطار الطيب مع الناس الطيبين.